بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا فيما سبق بأن خير وصف للقرآن الكريم أنه كتاب هداية، وقلنا إن هداية القرآن الكريم تمتاز بأنها هداية عامة، ونريد أن نقول في هذه الحلقة إن هداية القرآن الكريم أيضا تمتاز بأنها هداية تامة، هداية تامة. لماذا قلنا بأنها هداية تامة؟ لماذا؟ لأن هداية القرآن الكريم لم تترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحته للناس، ولم تترك بابا من أبواب الشر إلا وقفلته في وجوهه. فهي هداية تامة، هي تامة في عقائدها، لأنها دعت إلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار، وبينت لنا بأن كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كانت الكلمة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كانت الكلمة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذا فهداية القرآن الكريم تامة في عقائدها، وتسوق الأدلة النقلية، وتسوق الأدلة العقلية. من هذه الأدلة العقلية قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تارة عن طريق الأدلة التي تأتي عن طريق المشاهدة، يراها الإنسان بعينيه ويحسها بحواسه. والآيات الكريمة التي تبدأ بقول الله عز وجل: قل الحمد لله، هذه الآيات خير دليل على وحدانية الله عن طريق المشاهدة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله فعل ذلك، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات الكريمة عن طريق المشاهدة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى أنه عز وجل هو الخالق لكل شيء، هي تامة في تنظيمها للعلاقات بين الناس. ونجد آيتين كريمتين في سورة الممتحنة، هاتان الآيتان تنظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، بين المسلمين جميعا وبين غير المسلمين جميعا. هاتان الآيتان هما قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. معنى هاتين الآيتين بإيجاز، معناهما بإيجاز، الله عز وجل أباح لكم أيها المسلمون أن تقدموا العون والمساعدة والكلمة الطيبة والعمل الطيب إلى من يخالفكم في عقائدكم ولكنه لا يسيء إليكم، لا يسيء إلى دينكم، لا يعتدي على حق من حقوقكم، فمتى كان كذلك فقابلوا الإحسان بالإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أي من أجل دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، تقدموا لهم البر والكلام الطيب وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم في الأحكام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين في أحكامهم، القسط هو العدل. إنما ينهاكم الله عن مودتي وعن محبتي من الذين قاتلوكم من أجل دينكم وأخرجوكم من دياركم وعاونوا أيضا من يريد أن يخرجكم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم أي تتعاونوا معهم، ومن يتولهم هؤلاء الأعداء الذين بدأوا علينا بالعدوان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نجد هداية تامة في جمعها للإنسان بين مطالب الروح ومطالب الجسد، تجمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد. نجد ذلك واضحا
في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه ناحية روحية، فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الصلاة، إلى ذكر الله عز وجل، وتركوا البيع في تلك الساعة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، انتهت الصلاة، هل قال لنا القرآن الكريم ناموا وتكاسلوا؟ أبدا، وإنما قال ليجمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا نجد هداية القرآن الكريم هداية تامة. كما قلت، لم تترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحته للناس، ولم تترك بابا من أبواب الشر إلا وقفلته في وجوههم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.